نعم، ما يجري في شمال قطاع غزة بأن المدفعية الإسرائيلية أو مدفعية الاحتلال تطلق عشرات القذائف باتجاه منازل المواطنين، تحديدا في قرية أم النصر وفي ومناطق متفرقة. هناك قصف مدفع عنيف وهناك عدد من الإصابات، كما يردنا من شهود عيان بأن المنطقة شمال قطاع غزة أو منطقة أم النصر تتعرض لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية. أيضا نشاهد، كان هناك قبل قليل غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة، ونشاهد سحب الدخان إذا الزميل المصور يطلعنا على هذه المشاهد. من منطقة أم النصر أو شمال قطاع غزة نشاهد سحب الدخان، وربما هذه هي أثار القصف المدفعي الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. الشهود أيضا أفادوا بالقصف عنيف تتعرض له قرية أم النصر، أدى إلى تدمير عدد من المنازل أو تضرر عدد من المنازل ووقوع عدد من الإصابات. لم يتسنى لنا حتى اللحظة معرفة عدد الإصابات في المنطقة. الآن في شمال قطاع غزة سحب الدخان، هناك من يتحدث ما يجري هناك ساحة حرب من كثرة القذائف التي تتعرض لها أو يتعرض لها شمال قطاع غزة من قبل المدفعية الإسرائيلية. أيضا في شمال ربما بيت لاهيا هناك سحب للدخان، وربما أيضا هذه هي قصف من قبل الطائرات أو من المدفعية الإسرائيلية. يبدو هذا سحب الدخان متصاعدة من منطقة بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. كما تحدثنا لم يتسنى لنا التأكد من أيمن، وزارة الصحة من عدد الإصابات في المنطقة. نعم أيمن، كانت زميلة نيفين قد ذكرت قبل قليل سماع دوي انفجارات في نعم، هل تسمعني أيمن؟ نعم نيفين، نعم كانت نعم ذكرت أسمعك قبل أسمعك قليل أنه يسبق كل قصف تهديد أو أوامر بالإخلاء، كيف يتم ذلك؟ كيف يتم هذا التحذير أو هذا الإشعار؟ وما هي المدة الزمنية التي تعطى لهؤلاء الأهالي قبل مغادرة منازلهم؟ التحذير لربما يكون عندما تغير طائرات الاستطلاع أو طائرات F-16 يتم الإبلاغ، لكن حسب اعتقادي بأن عندما تطلق المدفعية الإسرائيلية لا يتم إبلاغ الناس أو تحذيرهم بوجود قصف، يتم قصف عشوائي يستهدف منازل المواطنين. وكما تحدثنا بأن شهود عيان يتحدث بأن هناك لربما وصفها بساحة حرب في هذه المنطقة، منطقة أم النصر وشمال قطاع غزة، قصف مدفع عنيف تتعرض له شمال قطاع غزة. نعم.